صحيح كبرت الحكايه في سوسه تو كل مره قاعد نسمعه في مواقع التواصل الاجتماعي سورتو فيسبوك وكل كل مره تسمع حكايه. جوست توضيح صغير للجمهور الليتوال اللي راهو من قبل ماتش الاسبيرانس كنت حاضر في الليسيونس دونترينمون الكل ما كنتش مضروب لاباس تبقي هنا ما لعبتش الماتش نتاع كوب دافريك في رادس. اختيارات مدرب نحترم قراراته. المهم نهارتها اللي ربحنا صحيح حبيت نهبط حبيت نشارك نعاون اصحابي ما الحمد لله حتى كي ما هبطش ربحنا نخدم على روحي فرحاني للجمهور يساند فيا ونحسوا ورايا حتى وانا على البنك نوعدهم باش نخدم على الروح وان شاء الله نهارتي نهبط نعطي المردود اللي يستنوا فيا منه. وتوضيح اخر بربي جوست باجيت على الفيسبوك ساعات تلقى باج باسمي وحطوا باج اوفيسيال راهو ما عنديش باج اوفيسيال على الفيسبوك ديفا نعملوا فيهم ساعات يحطوا معلومه صحيحه ساعات يحطوا معلومه غلطه باش الناس تعرفوا ما غلطوش جمهور الاتوال والعباد بصفه عامه. انا على ذمه الاطار الفني وعلى ذمه الجمعيه وقت يحبوا يهبطوني ان شاء الله يلقوني حاضر وكما سبق عملوا صارت لي الإشكالية ذي قعدت بيريود على البنكو الحمد لله بعد كي هبطت ولعبت تعطيت مردود بس كيف كيف معناتها حتى كان باش نتحط على البنك ولا كي تحطيت ماش ترجع على البنك ما قلت شيء معناتها خاطر ما نحبش ندخل بلبلم في الإكيب ولا جونا باهي جو نظيف في الجروب مجموعة طيبة الريزلتا الحمد لله ماشية دونك نخدم على روحي وكي تجيني فرصة إن شاء الله معناتها كيما عملناه ولا نعاودها السنة وكاو. ماتش صعيب مش باش يكون ساهل نعرفوا الاهلي الخبره نتاعو على المستوى القاري لكن زاد عندنا فريق نحنا كاسح بالكدا وتو عنده خبره باهيه باش يكون حاضر خير مونتالمون وفيزيكمون وباش يكون اقرب للفيكتوار ان شاء الله تكون من نصيبنا ماشيين غادي باش نروحوا بالفيكتوار لسوسة وباش نضمنوا ان شاء الله كاليفيكاسيون تاع دومي فينال ان شاء الله.